صباح الخير، صباح الخير والسلام عليكم البنات. وش راكم وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين كما دايما، كما نلقاكم كل يوم ان شاء الله. البنات كما راكم تشوفوا اليوم بدينا الفيديو تاعنا بواحد الطاقة ايجابية ان شاء الله. استقبلتكم اليوم بالعنبر، بالمسك والعنبر ان شاء الله. يا ربي ما تلحقكمش ريحته، لكن ان شاء الله تلحقكم الطاقة الايجابية ديالو. يا ربي يا ربي. البنات كما راكم تشوفوا بديت نهاري اليوم بواحد العنبر برك في طنط مع الصباح. فتحت دوك التواقي باش نهوي الدار كما راكم تشوفوا، وعلقت هذيك، شعلت واحد العود تاع العنبر، لصقته في هذيك حبه بطاطا. ما تضحكوش عليا، والفنا هكذا ملي كنا صغار نعملوا داك العنبر في البطاطا، ما على باليش وعلاه. المهم بديت نهاري بواحد الطاقه ايجابيه، ديك الريحه طلع لكم المغال صدقوني. المهم انا نحب ريحته. حبوباتي من بعد عملت واحد الفطور بسيط كالعاده البنات، ما حبيت نزيد فيه، ما نزوق ما حتى حاجه. هذه هي على الطبيعه الشيء اللي ناكلوه كل نهار وبركته، كل نهار والرزق ديالو. اليوم شربت، على بالكم اللي احنا نشربوا كامل في الدار، كاملين نشربوا حليب ابيض، ما نستعملوش القهوه. عندي شويه شوكولا ساعه ساعه للدراري، انا تاني ساعه ساعه نديرها في الحليب ديالي. وهذا اللي في البلاره زبده الفول السوداني، كاش نهار نقدم لكم الطريقه ديالي كيفاش نحضرها. وشويه معجون لا كونفيتور دابغيكو تاع المشماش، وهذوك حبيبات كاطو دارتهم الوالده ربي يذكرها على خير، بعثتهم لنا يعني ما خيرها في كروشنا كما يقولوا. في كل مره تبعث لي الوليدات الحاجه اللي توجدها. هذا ما كان دونك، قعدت انا وليداتي في الطابله نشربوا في الحليب ديالنا باش نبداو داك النهار. على بالكم يوميات المرأة كيما الجزائرية كيما المغربية كيما نظن انه كامل النساء في العالم نفس الشيء. خلوا لي رايكم في التعليقات الا كان نتوما تاني ابوبخي هكذا تفوتوا الايام ديالكم. المهم البنات صراحة ملي نوض الصبح وانا جري جري من حاجة لختها من حاجة لختها، الراحة كاملة ما كاش. سورتو سورتو منين هاد العام على بالكم المتتبعات ديالي، على بالكم باللي دخلوا زوج من الوليدات ديالي للمدرسة هاد السنة، واحد في قسم تحضيري وواحد في قسم سنة أولى. المهم ربي يحفظهم ويبارك فيهم مع وليداتكم إن شاء الله. هنايا يوم بعد جست باش ندير لا تواليت تاع لو بيبي، البيبي ديالي هو ماشي بيبي، بيبي كبير الله يبارك وربي يحفظه ان شاء الله، ويجعله ذريه صالحه مع وليداتكم ان شاء الله. في عمره عامين، هذا هو اصغر اخر العنقود كما يقولوا. هادو هما اللي لانجات اللي نستعملهم البنات، واسمهم توتسي، ماشي غاليين كامل هايلين، يديروا غير 8000 الباكي، فيه 72. ولا لي كوش هادوك هما اللي نستعملهم، ارخص ما يوجد في السوق الجزائريه بصح، ولا غير هايلين. ولقيت ليهم الباكي يدير 35000 البنات، فيه 25 حبه. المهم هنايا وراكو تشوفوا الخلوطه، جلوطه عندي في الكوزينه، الدنيا معمره بالمعن، جبت حتى دوك المعن كاملين اللي كانوا في الفريجيدار، نقيتها غسلت كامل داك الشيء ودوك السليلات وكل شيء. الحق عليا الوقت تاع الفطور، هنا كنت وحدي في وقت الفطور، فعملت برك كانت عندي واحد الكبيده، على بالكم بلي عندي مشكل تاع لانيمي البنات، لا دانيير فقط لكم لقاو لي لانيمي، سي بور سا اللي عندي تساقط الشعر وداك الشيء كامل. فخديت ديك الكبده تاع الدجاج، كبده وحده برك قليتها. هذاك يعني البنات ما نزيد عليكم ما نقص ما نزوق عليكم ما والو، داك الشيء اللي موجود هو اللي نوريه لكم وهو اللي نخدم به. كبده وحده قليتها و فوالا، قليتها في شويه زويته وشويه. عندي هنايا يعني سلطة تاع البطراف مع زروديه، على بالكم بلي البطراف البنات البنجر، ما عرفتش كيفاش يسموه في الاسمو، البطرا لي بيتراف. بديت نخلط البطراف البنات، بزاف مليح لانيمي، نسحب لانيمي هايل، وشويه تاع الزيتون. المهم بعد ما فطرت وحاشاكم سيقت كامل الارض، نقيت شويه الحاله كنت عارفه، مسحوا شويه الغبره وداك الشيء. رحت نوجد لوليداتي قربوا باش يجيو من المدرسه. وجدت شويه تاع بغرير، كنت حطيت لكم ديجا الوصفه، الا حبيتو نحط لكم رابط الفيديو بالتفاصيل ديالو كامل في من الاوائل الفيديوهات اللي عملتهم في القناه، نخلي لكم رابط الفيديو الا حبيتو تشوفوه. بيان سور على كل حال ماشي حاجه اللي كبيره وساهل ماهل يوجد بالخف. انا درت له واحد النكهه تاع الفراوله وجاب بزاف بنين البنات،
الدراري هذا ماشي رايي انا باش تقولوا هي تشكر في روحها، لا هذا راي الوليدات تاعهم بزاف بنين بهذيك المعطرات هذوك تاع معطر تاع الفراوله اللي عملته، او ليه كي تنعمل بالميكسور بالبغا ميكسور يتخلط يوجد بالخف، حتى لو كان جاوك الضياف على غفله ولا يوجد لك بالخف بزاف بنين. المهم البنات هوليك وجدت داك البغرير ديالي فوالا فوالا، وهنايا بديت نطيب فيه، بديت نطيب فيه تو سويت البنات، ما ياخدش ربي 5 دقائق 10 دقائق. هو يعني تقدري تبداي طيبيه مباشرة، لكن انا نفضل ساعة ساعة نخليه واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق لو طون اللي نسخن ديك المقلاة ديالي. فوالا هاوليك البغرير ديالي كان واجد، وليداتي منين خرجوا من المسيد لقاوه واجد، فوالا درت معاه شويه تاع الزبده، دهنته بشويه تاع الزبده، العسل ما كانتش عندي درت له غير شويه سكر. فوالا بالصحه والراحه، لكن حبيتوا تجربوا هذه الوصفه قلت لكم نخلي لكم رابط الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف. هاوليك دونك تا 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 الباقي واش وجدت العشاء غير حاجه خفيفه برك. كان عندي اون بوتيت سوب لبنات، اون سوب كانت بقات عندي يعني ما نكذبش عليكم، كانت عندي في كونجيلاتور جبدتها دي كونجليتها، وغليت واحد الراس تاع الشوفلور غليته كما وريت لكم، وقليت شويه بطاطا اوندي. وهنايا حنوجد واحد الشلايضه مع خواتاتي، هنا كسرت حبه تاع البيض ودرت معاه شويه معجنوس شويه تاع الملح، ندير فيها هذاك الشوفلور اللي غليته مسبقا، ومن بعد نروح نقليه. كان وليداتي يحبوه هكذا برك ما فيه والو، ودوك تشوفوا عملته بطريقتين. هذه الطريقه اكيد تعرفوها، وحتى الثانيه ماشي حاجه جديده يعني. هاوليك البنات هادو ما قليتهم اسمحوا لي، قليتهم غير هكذا كما راكم تشوفوا، اسمحوا لي هذا وليدي راه قدامي يسعل ديزولي. فوالا دونك هادو ما الحبيبات، هادو ما الطراف اللي جاو كبار شويه وشايدين روحتيهم، قليتهم هكذا كيما راهم بعد تشوفوهم في طبق التقديم، والمرصوات واحد اخرين من بعد تشوفوا كيفاش. هنا خلاص للبيض فزدت عليه شويه مع المعدنوس وشويه تاع الملح بيان سور باش ما يجيكمش صامط. و دوك تشوفوا الرسم هذوك اللي قعدوا لي مفتتين ومكسرين وكامل، قطعتهم الى مرصوات صغار هكذا، مرصوات صغار جوزتهم في هذاك البيض وقليتهم هما تاني، قليتهم واحد القليه هكذا خفيفه، ومن بعد تشوفوا واش ندير بهم. وهذيك لا سلطه ديالي من هيكا بقاو معايا، دوك تشوفوا كيفاش زينتها. الهدف من هذا البنات ماشي اني نوري لكم كيفاش تطيبوا الشوفلور ولا كيفاش توجدوا شلاضه، على بالي كاملين كاملين كما دائما نقول لكم، على بالي بلي كل وحده شطوره في بيتها وكل وحده ملكه في المطبخ ديالها، تبارك الله عليكم نتوما اللي تعلموني ماشي انا حاشا لله. هذه هي هنايا حبيت نوري لكم شلاضه ديالي هاوليك، وحبيت نتقاسم معكم هديه البنات، على بالي بلي نورمالمون كاملين تعرفوها هذه، والناس اللي ما يعرفوهاش هاد المبرة هديه تجي من الحجم الكبير، تتباع عند اللي يبيعوا الاواني اللي يبيعوا المواعن. شوفوا شحال تخدم واحد الديكورات بزاف زوينين لا سالاد، شوفوا تبري فيها هي على كل حال ملتي فونكسيون، شوفي تبري فيها الخيار، تبري فيها كامل هادوك اللي يجوا بالطول زروديه تاني، وتشبحي بهم الشلاضه ديالك والاطباق تاعك بصفه عامه سمحوا لي. فوالا، ومن الجهه اللي من هيك نسيت ما وريت لكمش، من الجهه من هيك فيها المبره هديه فيها القشاره تاع البطاطا والقشاره تاع الخضره بصفه عامه. هاي ليك دوك بقاو معايا دوك تشوفوا كيفاش عملت لهم دوك الوريدات كيفاش زينت لا سالاد ديالي. البنات حبيت نقول لكم نشكر بزاف بزاف الناس اللي في كل فيديو ما نقدرش ما نهدرش عليهم، نشكر بزاف الناس اللي مدعميني وواقفين معايا، قولهم ربي يخليهم ويفتح لهم كامل بيبان الخير ان شاء الله. والناس الا كنتو منهم الناس اللي اول مره يدخلوا يشوفوا لي فيديو نتاعنا، نقول لهم مرحبا مرحبا الف مرحبا، وشي شرفني انكم عطيتوني من وقتكم ودخلتوا تشوفوا الفيديو ديالي. نتمنى تكملوا تشرفوني باشتراككم في القناه وتفعيل الجرس، سورتو هو الاهم تفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد تاع القناه، وان شاء الله نعمل المجهود ديالي باش نرضيكم ونعجبكم يا ربي. ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، واي فيديو حبيتوه
اي اقتراح عندكم خلوه لي في التعليقات، ما فيش حتى مشكل ان شاء الله. دونك هذوما الوريدات نتاعنا البنات. ايه ونسيت حاجة، اسمحوا لي نسيت حاجة، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ما تبخلوش علينا باللايك البنات، ساكوتوريان تعبزوا عليها برك هذاك الاصبع باش يولي باللون الازرق، تبارك الله فيكم. هذا ما يدير غير يدعمني ويزيد يعطيني شوية الكوراج باش نزيد نقدم اكثر واكثر. المهم هنايا درت شوية شلاضة، هذيك شلاضة الخضراء تاع الورق، وشوية نتاع الخيار قطعته دوائر حطيته في الجناب، شوية طماطيش على بالكم كيفاش الطماطم لازم، فوالا. وسكرفشت تاني شوية تاع زرودية وشوية تاع البيطراف، هذاك من جهة ملهيه شوية تاع البيطراف، والبصل، البصل البنات فوالا، بالك ما توافقونيش الراي ولا تقولوا لي البصل فيه الريحه وكامل، انا البصل بزاف نستهلكو البنات مع الاطباق ديالي بزاف نستعملو، هايل هايل للصحه فوالا، غني يعني التعريف. على كل حال ماشي انا اللي نجي نقول لكم واش يدير، هاوليك. وهذوك الوريدات ديالي زينت بيهم، وزدت واحد الحبيبات تاع الزيتون فوالا فوالا، حبيبات تاع الزيتون من الفوق هذا ما كان، وجدنا لا فينيغريت نتاعنا عادي، هاي لي كلاص سالاد تاعنا راهي واجده هنا. هذاك واسمو هذاك الشوفلور اللي قطعته رقيق درت معاه شويه معدنوس، وتبلته بشويه فلفل كحل برك وشويه ملح، حطيته في المقله ديالي، وست من فوق هذيك البطاطا اللي قطعتها اوندي، ودرت معاه البيض هاي ليك، ودرتها خبيزه تستاهل وجودكم والله العظيم. البنات هاي ليك، نقطعها قدامكم باش تشوفوا كيفاش تخرج. البنات انا خدمت بالشي اللي موجود عندي، راكو على بالكم كيفاش الحاله. هذاك واش درت، نتوما تقدروا تزيدوا معاها الفرماج اللي حبيتوه، تقدروا تزيدوا معاها الزيتون، ديروا داك الشي اللي يعجبكم. والفكره انه نبدلوا شويه، فوالا قلت لكم عندي شويه لا سوب راح تسخنها، لا سوب، لا سوب حبي يقول بويون كما نقولوا له حنايا في الجزائر العاصمه، ولا ما نبانيش كيفاش تقولوا نتوما، حساء تاع الخضر سخنته ودرت هدية. انا الوليدات يحبوها بزاف، الزوج تاعي تاني يحبها، وفوالا. الى كنتو ماشي مارفين تعملوا هكذا فغيروا شويه، ومن الجهه من هيك شويه تاع هذاك الشوفلور اللي قليته هكذا كريسان، شبحته مع ورقات تاع الشلاضه ولا سلطه تاعنا. البنات اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك، ما تنساوش الاشتراك، نحبكم بزاف بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.